مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلوني أبدأ محاضراتكم من خبر يمكن زعلنا كلنا امبارح كمصريين بعد إعلان خبر إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن مباراتي المنتخب أمام توجو. ودي طبعا بالنسبة لنا حاجة خبر مش مفرح طبعا أبدا بالنسبة للجهاز المنتخب اللي بيعتمد على محمد صلاح في قيادة الهجوم بشكل كبير، خاصة قبل مباراة مهمة ومصيرية النهاردة الساعة 9 في تحديد مصير المنتخب في المجموعة طبعا من تصفيات أمم إفريقيا. طبعا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني وبنتمنى الشفاء طبعا لمحمد صلاح. مش بس الخبر محزن بالنسبة لنا كمصريين وقد إيه محمد صلاح لاعب غالي على قلبنا وقد إيه دايما بنفتخر به في الدوري الإنجليزي ومع المنتخب، ولكن كمان في ليفربول الناس حزينة جدا إن صلاح بيغيب رسميا عن مباراتين طبعا مهمين جدا الفترة الجاية بشكل رسمي، هما ليستر سيتي في الدوري وأتلانتا في الشامبيونز ليج. كلنا وكل المصريين طبعا بندعي لصلاح ونتمنى له الشفاء العاجل في أقرب وقت، ويمكن دي كمان صفعة ليورجن كلوب اللي بيغيب عنه جو جوميز وطبعا فان دايك للإصابة وأرنولد ودلوقتي صلاح، ولكن أهم حاجة صحة اللاعب وإن احنا نطمن عليه وإن هو يقوم طبعا بألف سلامة. وبرده مهم جدا إن منتخبنا الوطني اللي هيلعب النهاردة الساعة 9 مباراة مهمة جدا قدام توجو نتمنى له طبعا كل التوفيق على استاد القاهرة في الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن المنتخب بيحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، وده بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر، فعشان كده الفوز في مباراتين توجو دول هيعني تصدرنا المجموعة إن شاء الله. يعني إحنا بنتكلم إنه فرصنا كبيرة في التأهل حتى بعد التعادل ده، لأنه زي ما حضراتكم عارفين اللي بيتأهل الأول والتاني طبعا من كل مجموعة. بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري، وطبعا إحنا بنتكلم من دلوقتي ان كلنا ثقه في الجهاز الفني وطبعا كابتن حسام البدري وفي اللعيبه. احنا بنتكلم على انه فتره فيروس كورونا دي اللي اثرت على العالم كله، ولكن الكره المصريه كان مهم جدا قرار استئناف الدوري مهم جدا، لان احنا شايفين دلوقتي اللعيبه فورمه عاليه ازاي. احنا عندنا الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مره، وعندنا كمان بيراميدز في نهائي الكونفدراليه. فاحنا بنتكلم انه بالرغم من الظروف دي ولكن استئناف الدوري وان كان في مباريات كل 3 ايام ده اثر بشكل ايجابي برده على اللعيبه، وانه طبعا شايفين قد ايه اللعيبه في فورمه عاليه. فطبعا كلنا ثقه في لعيبه منتخب مصر وباذن الله بنتمنى لهم التوفيق. هنتكلم برضو في تفاصيل اكتر خلال الحلقه مع حضراتكم، وهيشرفني النهارده كابتن عادل طعيمه نجم الاهلي والمنتخب السابق، وكمان هيكون معانا مداخله هاتفيه مهمه جدا من احد اعظم المدربين اللي تولوا قياده النادي الاهلي وهو الالماني هولمان. خليني كمان حابه اروح مع حضراتكم لحاله فرح كده حاصله على السوشيال ميديا ما بين جماهير الاهلي، وهي صفقه طبعا طاهر محمد طاهر. النهارده اللاعب اول مره يكون في النادي الأهلي في الجزيرة، كان في جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ، جلسة مع موسيماني، وهقول لحضراتكم التفاصيل طبعا في الحلقة، ولكن في حالة من الفرح وهو بيتصور في النادي. الجمهور مبسوط جدا بالصفقة دي. يعني أنا حابة أقول قد إيه طاهر من ساعة ما تم الإعلان عن التعاقد مع النادي الأهلي في حالة من التفاؤل باللاعب ده. اللاعب ده واعد جدا، من أكتر اللعيبة الواعدة الحقيقة في مصر، والفترة اللي فاتت الحقيقة أثبت كفاءة على مستوى لو بنتكلم على المقاولين العرب في الدوري المصري أو كمان في المنتخب الأولمبي. وفعلا من السنين اللي فاتت أثبت أنه هو واحد من أفضل اللعيبة في الدوري المصري. جمهور الأهلي متفائل جدا بطاهر، جمهور الأهلي مستني كتير جدا من طاهر مع النادي الأهلي، وشايف أنه هيكون له مستقبل كبير قوي. طبعا تحدي كبير بالنسبة للاعب وأنه هو يثبت نفسه في وسط مجموعة من نجوم النادي الأهلي. يعني نتكلم أكتر عن طاهر، ولكن خليني أقول لحضراتكم النهاردة مراسلنا شريف شعبان قدر أنه هو يعمل معاه حوار لقاء مهم جدا لبرنامج السادسة بعد طبعا التمرين اللي كان في النادي الساعة 3 العصر. خلينا نشوف اللقاء ونرجع مرة تانية. تحياتي لك يا سارة ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، معي نجم من نجوم النادي الأهلي الوافد الجديد طبعا طاهر محمد طاهر نجم فريق النادي الأهلي القادم بإذن الله. بقول لك أهلا بيك على قناة النادي الأهلي وتحيات سارة ليك وكل مشاهدينا. حبيبي طبعا برحب على كل الناس اللي بتتفرج، ومبسوط جدا إن أنا النهاردة أكون متواجد في التتش، اول يوم ليا، ويعني احساس مختلف. يعني ان انت تكون جاي داخل على اكبر نادي في افريقيا يعني احساس مختلف،
حسيت بالمسؤوليه اول ما دخلت النادي، ف سعيد جدا ان انا موجود النهارده. قولي بقى، طمنا عليك الاول. الحمد لله، يعني انا كنت متواجد في معسكر المنتخب الاول، معسكر ماتش توجو، وحصل ان انا جالي اصابه في التمرين. طبعا انت عارف يعني الموسم كان مضغوط وكده، ف بالظبط فجالي اصابه في الاماميه، بس الحمد لله يعني خلاص بكره ان شاء الله اعرف يعني السونار هيطلع ايه، وان شاء الله يعني ابدا مشاركتي مع التمرين مع اللعيبه ان شاء الله من خلال نفس الاسبوع ان شاء الله، الله كمان كام يوم يعني. يوم الاثنين اجازه النادي الاهلي باذن الله، يعني يوم الثلاث ممكن تكون موجود باذن الله في التمرين. بالظبط بالظبط. احساسك ايه بقى وانت من خلفك لاعبي النادي الاهلي بيتمرنوا في ملعب العريق، ملعب التتش؟ طبعا يعني انا زي ما قلت لك اول ما دخلت النادي حتى من على البوابه احساس كده مختلف، انت في اكبر نادي في افريقيا ومع احسن لعيبه مع احسن جهاز فني، ف في احساس كده الواحد حاسه اللي اكيد طبعا يعني ما كنتش متوقع ان انا يعني ممكن اكون دايما بعدي من جنب سور النادي بشوف النادي في صور لعيبه بتحطها او حاجه، بس ان انا ابقى جوه الحدث نفسه ف اكيد طبعا يعني حاجه كبيره جدا يعني. دخلت اوضه اللبس وشفت اوضه لبس النادي الاهلي يعني عالميه وحديثه جدا يعني، وفيها امكانيات كبيره جدا والجاكوزي والجهاز التلج حاجات كتيره جدا يعني. احساسك لما دخلت اوضه اللبس بقى وشفت الحاجات دي جوه النادي؟ لا طبعا يعني النادي الاهلي نادي كبير والحاجات دي يعني اكيد لازم تكون متوفره عند النادي الاهلي. الاوض زي ما انت قلت كلها حديثه، ودي حاجه يعني المفروض كل الانديه الكبيره تبقى هي النظام يكون هو كده يعني زي ما موجود في النادي الاهلي. وبرضه في الناحيه الطبيه في كل حاجه متوفره من ناحيه الريكفري وكده، فلا يعني نادي فيه كل حاجه يعني تساعد على ان الواحد يبقى بيأدي بشكل كويس ومحافظ على نفسه ويأدي يعني بشكل كويس يعني. اتكلم معاك كابتن سيد مستر موسيماني ولا لسه؟ بس كان حديث مش طويل يعني، كانت كلها جلسات تعارف. كانت أول مرة أقعد مع كابتن سيد يعني عن قرب، ونفس القصة برضو مع كابتن موسيماني، وكانت جلسة تعارف يعني مش أكتر يعني. موسيماني مالكش اتفرجت عليك وشوفتك ومالكش حاجة فنية خالص؟ لا لا لسه الحاجات الفنية لسه ما اتكلمش معايا فيها. بس الراجل بيتفرج على كل كبير وصغير يعني، بالتأكيد اتفرج عليك هو ومساعديه كمان؟ لا أكيد طبعا يعني، أنا حتى كان هو أول ماتش ليه كان لما جه مسك كان ضد ماتش المقاولين، فاكيد برضو عنده كان خلفيه مثلا لو الماتش ده كان قادر انه يشوف شويه لقطات يعني لايف. بس بالظبط، بس غير كده اكيد الماتشات التانيه برضو هو بقى اكيد ممكن يكون اتفرج عليها. هتلبس رقم كام؟ 27 ان شاء الله. 27 يا رب باذن الله يكون فتحت خير عليك باذن الله ان شاء الله. الاهلي مقبل على مباراه تاريخيه، نهائي القرن، نهائي الافريقي والنجمه التاسعه. تخيل بقى يعني، تخيل مع بعض ويا رب باذن الله يكون تخيله صح باذن الله. بننزل التمرين يوم الثلاث باذن الله، والنادي الاهلي بيفوز يوم 27 بالنجمه التاسعه. السكي باذن الله، وشاف المباراه ازاي؟ ما هو ده النادي الاهلي يعني، انت بتبقى دايما بتنافس على بطولات. انا زي ما انت قلت انا داخل وفي نهائي افريقيا، ف طبعا هتبقى حاجه كويسه جدا ليا وحاجه هتبسطني جدا ان انا اول ما اكون حتى لو مش هتتحسب لي، بس ان انا اكون متواجد والنادي الاهلي بيتوج بالبطوله الافريقيه، دي حاجه هتكون بسطاني وسعداني جدا. وان شاء الله يعني انا لما يبقى ليا دور ان شاء الله في افريقيا مع النادي ان شاء الله برضو اكون اساهم في البطوله، وتبقى بدل ما هي التاسعه تبقى العاشره ان شاء الله. يعني قادر على فوز بالبطوله؟ اكيد طبعا. عندك لسه امل تلحق بطولات الموسم دوت باذن الله؟ الاهلي يتاهل الى نهائي كاس مصر وباذن الله تشارك بالقائمه الجديده ان شاء الله. ما هو اول بطوله ليك باذن الله ان شاء الله. ما هو ده اللي يعني كان الاتحاد الكوره قالوا ان اللعيبه الجديده ممكن تشارك في النهائي، فطبعا لو ليا نصيب وان شاء الله الاهلي يكون في النهائي تبقى يعني اول بطوله ليا مع النادي، تبقى حاجه يعني هتبقى حاجه مخلاني مبسوط جدا يعني. احلامك مع الاهلي ليها طموح ولا ما لهاش؟ كتيره. لا لا كتيره كتيره، و يعني مش عارف الصراحه يعني انا لسه في رهبه كده واصله لي، بس انا متاكد ان شاء الله ان النادي الاهلي هيحقق كل حاجه، وباللعيبه اللي جايه السنه دي كمان هتبقى اضافه، وان شاء الله ان احنا نحافظ على النادي الاهلي دايما يعني بالبطولات اللي بيكسبها واسعاد الجماهير يعني. اخيرا كلمه بقى لجمهور النادي الاهلي، الجمهور العاشق اللي بيدعمك من اول يوم تعاقد فيه النادي الاهلي معاك، وفي سبورت قوي جدا من جماهير النادي الاهلي وخصوصا على السوشيال ميديا. طاهر بيعامل معامله الخمس نجوم على السوشيال ميديا، مظبوط الكلام ده؟ كلمه ليهم بقى.
انا طبعا انا مش يعني انا ماليش قوي في السوشيال ميديا، بس انا متابع كويس الحاجات دلوقتي؟ دي لما بتوصل يعني بتخليني مبسوط جدا. انا لسه كمان ما بداتش لعب مع النادي الاهلي، فان شاء الله يعني يبسطوا اكتر لما يشوفوني بلعب ويشوفوني ان شاء الله بجيب اجوان وبكسب الفرقه. وانا بس يعني ان شاء الله عايز اقول لهم ان يوم 27 ان شاء الله تبقى يعني التاسعه ان شاء الله، ونفرح كلنا يوم 27 ان شاء الله. بإذن الله. شكرا لك حبيبي. شكرا. شكرا ساره، ده كان لقائنا مع نجم من نجوم النادي الاهلي الوافد الجديد طبعا النادي الاهلي طاهر محمد طاهر، بالتوفيق يا رب ليه باذن الله، ويا رب باذن الله تكون فتحت خير عليه باذن الله وينزل التمرين يوم الثلاث ويكسر الدنيا بلغه الكوره باذن الله، ويكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. عوده لك من جديد ساره، اتفضلي. بشكرك شريف شعبان طبعا على اللقاء الرائع مع لاعبنا الجديد طاهر محمد طاهر، والحقيقه شايفه اصرار وطموح كبير قوي في كلام اللاعب، وباذن الله بنتمنى طبعا ان هو يكون اضافه كبيره طبعا للنادي الاهلي. ولما بنتكلم على طاهر انا مش بس بتكلم على ان انا قدامي لاعب كبير، مش بتكلم على ان انا قدامي، ودايما اقول عليه الكلمه دي ان هو جوكر، يعني طاهر تحطه في اي مركز بيلعب، يلعب جناح ايمن وجناح ايسر، طبعا الجبهه اليسرى هي مكانه المفضل وبيدي فيها كويس جدا، ولكن انت عندك لاعب عنده مهارات كبيره قوي، بيتميز بالسرعه، المهارات الفنيه عاليه جدا، ده جزء مهم جدا عند طاهر، ولكن الجزء الثاني هو الشخصيه. طاهر الحقيقه لاعب مثقف جدا، تعليم عالي جدا، ده بيفرق في ايه؟ لا بيفرق جدا مع اللاعب، بيفرق في تركيزه، في تفكيره، في العقليه اللي بيفكر فيها. لما يكون عندي لاعب في السن ده، ودايما دايما بشوف في تصريحاته قد ايه هو حد ذكي جدا وفاهم جدا، وتصريحاته دايما كلها ايجابيه وبتدل على قد ايه الشخص ده مثقف بشكل كبير، اعتقد ان ده هيكون اضافه كبيره بالنسبه لنا، زي ما النادي الاهلي اضافه كبيره جدا في تاريخه وفي السي في بتاعه، ونتمنى ان هو باذن الله يقدر بسرعه ان هو يحجز مكان في التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي. لسه كلام كتير جدا عندنا على النادي الاهلي النهارده، وكمان الاخبار العالميه، وزي ما قلنا لحضراتكم كابتن عادل طعيم هيكون معانا وهنتكلم على المنتخب، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبمناسبة الكلام على الصفقات النادي الأهلي، وكنا بنقول قد إيه طاهر لاعب كبير طبعا، وبنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى نشوف منه ويكون عند حسن ظن الجماهير طبعا، ونشوف منه أفضل أداء زي ما دايما الجماهير مستنية منه 100%، ويدي أفضل مجهود عنده. طبعا في بدر بنون طبعا لاعب كبير، صفقة كبيرة، احنا بنتكلم على مدافع قوي انتقل من نادي كبير جدا بطل الدوري المغربي طبعا الرجاء، لنادي كبير جدا هو بطل الدوري المصري والأفضل في أفريقيا طبعا النادي الأهلي. صفقة كبيرة والناس كلها تفاؤل ببدر بنون، ولو بنتكلم على شخصيا فاحنا بنتكلم على لاعب ليدر قائد، احنا بنتكلم على لاعب عنده شخصية قوية، وده مهم جدا، يعني مهم قوي لما يبقى حد في الخط اللي ورا في الدفاع أو حراسة المرمى، اللاعب يبقى عنده شخصية، دي حاجة بتضيف جدا للاعب على أرض الملعب. وكمان لو بنتكلم على فنيا، بدر بنون طبعا لاعب مدافع كورته حلوة جدا، بيعرف يبني هجمة كويس جدا، وبإذن الله بنتمنى أنه هو يكون إضافة طبعا كبيرة للنادي الأهلي، وده التوقع إن شاء الله. جماهير النادي الأهلي مبسوطة بده، وهو الحقيقة اللاعب في كل تصريحاته مقدر جدا النادي الأهلي، وعارف قيمته كويس أو يعرف قيمة التيشيرت ده، والحقيقة أنه هو رفض فعلا عروض تانية وعرض خليجي من أجل النادي الأهلي طبعا، وهو حاسس بفخر كبير ان هو هيلبس تيشيرت نادي الاهلي، لاي حد بيلبس التيشيرت ده الحقيقه بيفضل فخور طول عمره انه ده كان جزء من تاريخه. على الصعيد الاخر الجمهور نفسه مبسوط، الجمهور نفسه بيقدر اي لاعب، بيقدر النادي الاهلي وبيقدر التيشيرت ده، وبنتمنى طبعا ان احنا نشوف شكل تاني وشكل افضل للفريق طبعا باذن الله بالصفقات الجديده دي. لو رحنا بقى خبر محمد صلاح، بالتأكيد خبر إصابة محمد صلاح يعني أصاب تصدر أغلفة الصحف العالمية والإنجليزية، لأن زي ما قلت لحضراتكم هو بيعتبر ضربة قوية ليورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول في وقت حرج من الموسم، وده طبعا في ظل الإصابات القوية اللي طبعا فيها نجوم الفريق، نجوم فريق ليفربول، بداية من
فان دايك، يعني احنا فان دايك عنده قطع في رباط الصليبي وهيغيب لفتره كبيره جدا، وده عامل مشاكل في دفاع طبعا ليفربول بالنسبه لهم. وقبلها كان حارس المرمى قعد فتره كبيره، دلوقتي احنا بنتكلم على اصابه كمان جو جوميز في اوتار الركبه وخضوعه لجراحه والاصابه العضليه للاعب طبعا لاعب الوسط ألكساندر أرنولد، طبعا ده غير تياجو الكانتارا. احنا بنتكلم على ان ليفربول ممكن يكون في ازمه، احنا بنتكلم على اقوى اللعيبه لو بنتكلم على صلاح في الهجوم وبنتكلم على فان دايك كمان في الدفاع وفي خط الوسط، لا يعني في مشاكل عند ليفربول. واحنا عارفين ليفربول الموسم ده عايز طبعا يحافظ على لقب الدوري، عايز ينافس طبعا على لقب تشامبيونز ليج في الموسم الجديد. صحف انجلترا كلها تناولت الخبر طبعا بتاع محمد صلاح، نشرت صور لصلاح على الأغلفة بتاعتها وطبعا تمنت له الشفاء العاجل، وإحنا كلنا بنتمنى الشفاء العاجل طبعا لمحمد صلاح وإن هو يرجع بالسلامة. نروح من إنجلترا لإيطاليا، نادي اي سي ميلان اللي أعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا، وأصدر النادي بيان رسمي بيؤكد فيه إصابة المدرب بعد ما جت عينة تحليله إيجابية للفيروس. ميلان قال إن بعد إجراء تحاليل طبية للفريق صباح النهاردة يوم السبت أثبتت نتيجة التحاليل إيجابية عينة المدرب. الموقع الرسمي كمان للفريق أشار لأن المدرب مش بيعاني من أي أعراض، ولكن هو طبعا عزل نفسه ذاتيا في بيته، وأكد أن جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني للفريق جت سلبية الحمد لله. ونتيجة لإصابة المدرب تم إلغاء تمرين الفريق طبعا اللي كان مقرر إقامته النهاردة السبت، وإن الفريق هيعود للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي. خلينا نروح كمان، عايزين زي ما انضمنا طبعا الصبح شريف شعبان واتكلم طبعا حوار رائع جدا مع طاهر محمد. طاهر هيكون معنا دلوقتي نطمن أكتر على تدريب فريق نادي الأهلي النهاردة. شريف برحب بيك. هنحاول نرجع لشريف شعبان تاني. خليني برضو أقول لحضراتكم أن النهاردة أكيد أكيد إحنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. النهاردة بقى ما فيش أهلي وزمالك وبيراميدز والمقاولين، النهاردة طبعا كله تحت اسم منتخب مصر. المباراة مهمة، مهمة جدا بالنسبة لينا كجماهير كمصريين، مهمة جدا لأنه بطولة أفريقيا دي غالية علينا جدا. إحنا بنتكلم على تصفيات أفريقيا بعد بطولة فاتت الحقيقة كنا بنتمنى ان احنا نوصل فيها لأبعد من كده، كنا بنتمنى ان احنا نفوز بالبطولة وده اللي احنا متعودين عليه. بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، بنتمنى ان النهاردة يظهر المنتخب بشكل احنا حابينه، بشكل كويس جدا، مش بس المكسب. دايما بنقول ان احنا عايزين كمان نشوف اداء حلو من المنتخب. احنا مش بنتكلم في ان احنا في مجموعه كبيره، بالعكس احنا معانا توجو، جزر القمر، كينيا، بنتكلم على فرق طبعا مع كامل الاحترام ولكنها مش الاقوى طبعا في التصفيات الافريقيه ولا في افريقيا بشكل عام. فعشان كده بنتمنى ان شاء الله نقدر نفوز بالمباراتين دول. طبعا وقت المباراتين يمكن ضيق جدا، 3 أيام بس، وطبعا هيبقى حاجه مرهقه بالنسبه للعيبه انه في القاهره وبعدين يسافروا توجو، ولكن هي دي كرة القدم ولعبتنا قدها وقدود، وبإذن الله إن شاء الله إن احنا نشوف النهاردة أداء مشرف وكمان نتيجة. خلونا نرجع تاني لمراسلنا شريف شعبان. شريف سامعني، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك ساره، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ورب باذن الله النهارده يكون يوم سعيد لكل جماهير الكره المصريه ويفوز منتخبنا المصري الاول باذن الله. بنتمنى طبعا يا شريف، وعايزاك النهارده تطمني على التدريب بشكل عام واهم الملامح واهم التعليمات من موسيماني للعيبه. يمكن موسيماني لسه مغادر المختار التتش من منذ قليل، يمكن الراجل بيبقى حريص يجي اول واحد ويمشي اخر واحد، يمكن كان في اجتماع مغلق مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ منذ قليل، يمكن بعد انتهاء المران، يمكن المران انتهى منذ فتره كبيره، ولكن موسيماني بيبقى حريص يقعد يناقش كل صغيره وكبيره مع مدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن المران بدا في الساعه 3 عصرا، كان بدا بتدريب بدني قوي جدا واختمه، او يمكن في وسط المران كان في
تقسيمة على وسط الملعب للفريقين الموجودين مع فريق النادي الأهلي. النهاردة الأهلي أجرى الرابيد تيست اختبارات الكورونا حرصا على سلامة كل لاعبي النادي الأهلي. النادي الأهلي حريص كل فترة يكون في إجراء اختبار الرابيد تيست حرصا على طبعا سلامة اللاعبين، ودايما التحذيرات لكل لاعبي النادي الأهلي من قبل الجهاز الإداري طبعا من قيادة الكابتن سيد أن لازم يخلوا بالهم من الإجراءات الاحترازية، لأن طبعا احنا في موجة تانية لكورونا. يا رب بإذن الله يعدي تعدي الموجة على خير بإذن الله، ويكون السلامة لكل لاعبي العالم مش مصر بس. يمكن ده كان أبرز ما جاء في مران اليوم النهاردة. كله بيستعد لمباراة النهائي الأفريقي اللي هتكون يوم 27، مباراة الكاس يوم 21 إلى الآن لسه ما تحددهاش ميعاد رسمي، فإلى الآن احنا المباراة الرسمية الأولى هتكون يوم 27. الراجل شغال على تكتيك المباراة من دلوقتي، بيحفظ اللعيبة يقفوا ازاي، يحركوا ازاي، التسلم والاستلام ازاي. موسيماني بيساب حاجة للظروف اللي ما بيتكلم في كل كبيرة وصغيرة عن مباراة الأهلي والزمالك اللي هتكون بإذن الله يوم 27 على استاد القاهرة الدولي. عايزاك كمان يا شريف تطمني على حسين الشحات، تقول لي أخباره، نطمن الناس عليه، وكمان رامي ربيع اللي بقاله فترة رجع للتدريبات الجماعية، ولو كريم ندبت كمان. يمكن رامي ربيعه وحسين الشحات بيأدوا تمرينات قويه جدا ما شاء الله مع باقي زملائهم، يمكن لهم 3-4 ايام في التمرين بشكل طبيعي جدا. رامي وحسين جاهزين بنسبه 100% باذن الله لاي مباراه مقبله للنادي الاهلي. كريم ندفت بدا المرحله الثانيه من علاجه، يمكن بيلف حوالين ملعب التتش، يمكن بدات رجوعه تستجيب للعلاج المرحله الثانيه. يمكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، كريم حالته مطمئنه جدا جدا جدا، وقريبا جدا باذن الله هنلاقيه موجود مع باقي زملائه في تمرينات النادي الاهلي بصفه طبيعيه باذن الله. يا رب باذن الله. طمني برده كده على، قول لي استقبال اللعيبه كانت ازاي لطاهر محمد طاهر النهارده؟ يا طاهر عنده رهبه، طاهر قال انا عندي رهبه من ما شاف زملائه في تمرين اليوم. دخل غرفه الملابس وسلم عليهم لاعب لاعب، ويمكن استقبلوه بحراره كبيره جدا ولاقه ارحاب كبير جدا، حس يعني ان ما فيش غربه يعني. قال لي على طول بيسلموا عليا ودخلوني في الاجواء سريعا. مدير الكره طبعا الكابتن سيد حرص يكون في جلسه مع طاهر محمد طاهر، ايضا موسيماني حرص ان يعقد جلسه مع اللاعب، وباذن الله يكون موجود في مران يوم الثلاثاء، لان يوم الاثنين احنا زي ما عارفين اجازه، بكره التمرين هيكون صباحا. ولكن طاهر انسجم بسرعه وبدا يخش بسرعه على اجواء النادي الاهلي، وفرحان جدا من استقبال لاعبي النادي الاهلي ليه والجهاز الفني والجهاز الاداري لطاهر محمد طاهر. وبالنسبه لتمرين حراس المرمى اخيرا، تمرين قوي جدا، يمكن شارك فيه علي لطفي واربع حراس ناشئين صاعدين وقاعدين، يمكن كان على راسهم طبعا احمد طارق سليمان، يمكن على طول متمرس في الفترات الاخيره او في الموسمين الاخرى يعني موجود في التمرين الاول، ولكن كان في ثلاث وجوه جداد مع احمد طارق وعلي لطفي، ادوا تمرينه قويه جدا يمكن تالقوا فيها الخمس حراس. يمكن علي لطفي ما شاء الله واحمد طارق النهارده لفتوا الانظار في التقسيم النهارده بكل قوه. بشكرك جدا شريف شعبان مراسلنا، الحقيقه معلومات مهمه جدا جدا بالنسبه لكل المشاهدين اللي دايما بيحبوا يطمنوا على لعيبه النادي الاهلي في وقت مهم جدا، واحنا طبعا داخلين على مباراه مهمه بين الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، ولكن الاهم هي مبادره طبعا رئيس وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. الحقيقه اهم حاجه بالنسبه له الفتره دي ان يكون في، ما يكونش في ابدا غير الروح الرياضيه، ما يكونش في ابدا غير الاحترام بين الفريقين وبين جمهور الفريقين، ودي اهم حاجه الفتره دي. احنا العالم كله هيبقى بيتفرج علينا، احنا فعلا لما بنقول كلمه العالم كله دي مش كلمه قليله، احنا بنتكلم على مباراه قويه بين فريقين من دوله واحده في نهائي افريقيا، زي ما قلت لحضراتكم انه كاننا بنشوف بوكا جونيورز وريفل بليت في كاس ليبرتادوريز، بيبقى فيه اصداء عالميه، العالم كله بيبقى بينتبه للمباريات القويه اللي زي دي. احنا بنثبت قوه الكره المصريه ان فريقين يوصلوا نهائي افريقيا وفريق اخر يوصل لنهائي الكونفدراليه، نتمنى كمان نثبت ان زي ما احنا اقوياء جدا في الكره المصريه طبعا والافريقيه، ان احنا طبعا نثبت قد ايه احنا عندنا روح رياضيه، نظهر بشكل يليق باسم بلدنا مصر. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج السادسه. We'll be right back.
برحب بحضراتكم مره ثانيه، ومعايا الحقيقه ضيف عبر سكايب، وهو كان مدرب النادي الاهلي السابق مستر هولمان، طبعا المدير الفني السابق للنادي الاهلي الالماني طبعا هو، وكان لي تجربه تدريب مع النادي الاهلي، قدر ان هو يفوز باثنين دوري مصري وكاس مصر، وطبعا هنتكلم معاه عن كلام كتير عن تجربته كمدرب لفريق النادي الاهلي. معانا مداخله هاتفيه من مستر هولمان، برحب بيك في برنامج السادسه. اهلا وسهلا بكم، شرف لنا ان نكون معكم اليوم في السادسه. الحقيقه عايز ابدا معاك من ازاي تقيم تجربتك مع النادي الاهلي كمدرب، وطبعا في تحقيق الالقاب والبطولات مع النادي الاهلي. Also es war für mich eine wirklich sehr 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 schöne Zeit. كان وقت ممتع بالنسبة لي حينما كنت أدرب النادي الأهلي في مصر، فإنها ذاكرة لا تنسى. فكان النادي الأهلي في هذا الوقت فريق رائع ممتع كرويا، فريق يلعب كرة غير معتاد، ممتاز رائع. هذا ساعدني بتحقيق النجاحات والألقاب مع النادي الأهلي، لأني كنت أمتلك لاعبين من أفضل اللاعبين في هذا الوقت. يا هابشون. يا هالو. يا هابشون. بالنسبة لك أغلى بطولة حققتها مع النادي الأهلي إيه هي؟ يا في حقيقة الأمر كان وقت ممتع في كما أبلغتكم، حيث كنت أمتلك فريق رائع. لقد حققنا كثير من البطولات وكل كل الكؤوس والألقاب، البطولتان التي حققتهما بطولة الدوري المصري، وكنا قد فزنا على فريق كازابلانكا المغربي عندنا هنا في مصر، فأنا أجد هذا من أهم البطولات والألقاب في ذلك الوقت، فأنا أعتبرهم كلهم من أهم البطولات، ليس فقط بطولة واحدة بعينها. بتقول انك دربت لعيبه كتير طبعا في النادي الاهلي كلهم نجوم، ولكن مين اكتر الاسماء اللي بتعتز انك قمت بتدريبها؟ كانت لاعب رائع، من ابرزهم كابتن احمد شوبير، هشام حنفي، هادي خشبه، من اهم اللاعبين، وبالتاكيد التوامان حسام وابراهيم وأحمد فيليكس المهاجم الرائع. في حقيقة الأمر كان فريقا رائعا متكامل، وهم أبرز الأسماء الذين أعتز بتدريبهم في ذلك الوقت. هل لسه بتتابع الكرة المصرية دلوقتي؟ بالتأكيد أتابع الكرة المصرية. لقد قمت بتحميل بعض الأبليكيشنز على موبايلي وأرى الأخبار وأتابعها أول بأول، وأرى ماذا يحدث في مصر، وبالتأكيد لدي أصدقاء كثيرين في مصر، أصدقاء أعتز بهم وأسألهم دائما عن الكرة في مصر وأحوال الكرة في مصر وتطورها. طب عايز أعرف منك طبعا يعني تقييمك طبعا للنادي الأهلي الفترة دي بما أنك متابع للكرة المصرية. كنت بسألك سوف أبدأ عندما أتحدث عن مستوى النادي الأهلي عندما كنت مدربا للأهلي، فكما أبلغتكم فهو كان فريق عظيم ويمتلك جودة رائعة وعالية من اللعيبة المهريين، وحققنا كثيرا من الألقاب كما أبلغتكم، وأيضا النقاط. كنا أني أرى الأهلي فريق استثنائي سواء كان في وقت تدريبي أم الآن أيضا، فأنا أقيم الأهلي وأراه فريق جيد جدا ويمتلك كل المهارات والمواهب التي تساعده في تحقيق البطولات.
من وجهة نظرك، ليه المدرسة التدريبية الألمانية قليلة التواجد مقارنة بالمدرسة الفرنسية؟ وده طبعا بتكلم على تدريب الأندية الإفريقية والعربية. Das nicht so viele sind. Genau. Ja, das ist so schwer zu beurteilen und schwer zu sagen. Also إنه صعب جدا الحكم هنا وإجابة هذا السؤال. ولكن يوجد لعيبة، وكان يوجد لعيبة ألمانية مثل تشوبل، مستر تشوبل وهو واحد من أبرز المدربين الذين قدموا الكرة المصرية، ولكن لماذا الآن لا يوجد كثير من المدربين الألمان على العكس من المدربين الفرنسيين؟ فهذا صعب جدا إجابة هذا السؤال. على الرغم فأنا أستطيع القول بأن هناك كثير من المدربين الفرنسيين الممتازين. لماذا لا يوجد كثير من الألمان؟ فإنه سؤال صعب للغاية. رأيك في مستوى الكرة الإفريقية حاليا؟ شايف أنه تطور بشكل كبير؟ Momentan. Ja, also ich denke mal, dass ja, aber der afrikanische Fußball hat sich in الكرة في أفريقيا أو الكرة الأفريقية برغم كل الأحداث الحالية والسابقة، فأنا أرى أنه في تطوير مستمر أيضا منذ 19 عام حتى الآن. أرى تطور ملحوظ في جودة الكرة في أفريقيا وليس فقط في مصر. وهناك أيضا لاعبين كثيرين من أفريقيا يلعبون الآن في الدوريات الأوروبية، وأيضا فهذا ينعكس بالطبع على الكرة وتطورها في أفريقيا وفي الدول العربية. ويؤكد في النهاية أن اليوم الكرة تطورت بشكل كبير، ومقارنة بوقته حينما كان هنا مدرب في مصر، فهناك في فرق كبير في التطور في الكرة في أفريقيا. الأهلي هيواجه الزمالك في نهائي مرتقب طبعا لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، وإحنا بنتكلم على الكرة الأفريقية، إزاي شايف اللقاء ده وتوقعاتك كمان للنتيجة؟ Also ich finde das grandios und finde das also super. أجد ذلك أمر رائع للغاية، فلأول مرة في النهاية بطولة أفريقيا فريقين مصريين الديربي القمة الأهلي والزمالك، فأنا أرى من وجهة نظري أنه شيء رائع، وللأسف بسبب فيروس كورونا لا يمكن حضور الجماهير الذين يلعبون دورا هاما في مثل هذه المباريات، خصوصا ديربي الاهلي والزمالك. سوف اشاهد هذا اللقاء في التلفزيون واتابعه، واجده لقاء مهم جدا وغايه الاهميه للكره المصريه. حابين نعرف كمان رايك في المحترفين المصريين باوروبا زي محمد صلاح في ليفربول، وطبعا محمد النني في ارسنال. Ja, super gut. Also ich bin erstaunt und finde es also super gut, dass gerade so Salah in Liverpool. وخاصة محمد صلاح في ليفربول. فهو لاعب رائع، ليس فقط كلاعب على المستوى الرياضي والكروي، فهو كإنسان إنسان رائع خلوق. فهو لاعب استثنائي بالنسبة للكرة المصرية ونجاحها خارج وداخل مصر. شايف ان محمد صلاح يعني من وجهه نظرك انت لو هتنصحه نصيحه ان هو المفروض يكمل مع ليفربول، ولا بعد الانجازات دي جه الوقت ان هو ممكن يروح نادي اوروبي تاني؟ بالطبع لا، انصحه لانه حقق كثير من الانجازات والالقاب، فهو اسطوره وايقونه بالنسبه لليفربول، فانصحه ان يظل في ليفربول لانه وصل في من وجهه نظري لاعلى المستويات الكرويه والاحترافيه، فهو لاعب مهم جدا، وانصحه بالتواجد في ليفربول والتكمله. بشكرك جدا مستر هول من كنت معايا في برنامج
السادسة. وطبعا يعني أكيد محمد صلاح فخر العرب، كلنا بنفتخر بيه وكلنا شايفين قد إيه إنجازات كبيرة ليه في ليفربول، وكتير من جماهير ليفربول أو كل جماهير ليفربول متهيألي خلاص ما تتخيلش الفريق من غير محمد صلاح ومن غير ساديو ماني ومن غير طبعا فان دايك. يعني الحقيقة في تشكيلة كده في طبعا في ليفربول مع يورجن كلوب، الحقيقة مدرب رائع جدا وأنا في وجهة نظري أفضل مدرب في العالم الفترة الحالية. التشكيلة دي كلها مع ليفربول ودت ليفربول في حتة تانية خالص، بقى من أقوى أو أقوى كمان فريق في الدوري الإنجليزي. وطبعا بنتمنى طبعا الشفاء لمحمد صلاح ويقوم بألف سلامة. بعد الفاصل كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق وكلام كتير عن منتخب مصر والنادي الأهلي. برحب بحضراتكم مرة تانية. وخلاص الحقيقة ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة مصر وتوجو على استاد القاهرة الساعة 9، وطبعا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر. معايا نجم النجوم كابتن عادل طعيمة، طبعا نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كمان السابق. هنتكلم معايا على المنتخب وعلى النادي الأهلي طبعا والنهائي الإفريقي. منورني يا كابتن عادل. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خليني أبدأ معاك يا كابتن، يا كابتن من طبعا مباراة توجو، يعني مباراة النهاردة مهمة جدا ولا بديل عن الفوز، شايف إزاي المباراة دي فنيا؟ ما فيش شك انه اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البدايه بنعذر الكابتن حسام والجهاز الفني، كان الماتشين اللي قبل كده كان في ظروف، ما كانش لسه المنتخب كان في حاله ما كانتش زي دلوقتي. الحمد لله دلوقتي الاهلي والزمالك وفي حاله فنيه عاليه ووصلوا للنهائي الافريقي، وبالتالي الماتش بتاع النهارده والماتش بتاع يوم الثلاث اعتقد هم عاملين حساب كويس قوي، واحنا عندنا بفضل الله من العناصر اللي تؤهلنا مش ان احنا نكسب توجو، لا احنا عندنا من العناصر مع الجهاز الفني ان احنا ناخد بطوله افريقيا، لان العناصر كلها الحقيقه في كل المراكز في اكتر من عنصر وكلهم على اعلى مستوى. يعني النهارده في غياب محمد صلاح، ان شاء الله طبعا محمد صلاح قيمه وقام وحاجه جميله جدا، لكن برضو اللي موجود ان شاء الله بيسد، واعتقد انه المدير الفني حسام بيبقى عامل حسابه دايما باستمرار ما بيعتمدش على واحد. شايف مين ممكن يعوض غياب كابتن محمد صلاح؟ والله اللي انا شايفه بالنسبه للي هم اللي هو واخده في المنتخب اعتقد ممكن يكون زيزو او رمضان. انا اعتقد انه هيبدا بزيزو لان رمضان بقى له فتره ما بيلعبش، اعتقد ان هيبقى زيزو، الناحيه الثانيه هيبقى تريزيجيه ومصطفى محمد، ده الخط الفيرود يعني. النهارده يعني محتاجين جدا ان احنا نفوز طبعا مباراه توجو، طبعا مباراه الثانيه كمان ثلاث ايام. شايف مين الكي بلايرز او مفاتيح اللعب الاساسيه اللي بيعتمد عليها كابتن حسام البدري في مباراه النهارده؟ والله شوفي، عشان كده بقول لك ان العناصر الموجوده فيها مفاتيح كثيره جدا. يعني مثلا في الكرات الثابته هتلاقي حجازي وهتلاقي الونش اكيد كورنر والفاولات، هتلاقي عمرو السوليه، هتلاقي مصطفى محمد، يعني الكرات العاليه والكرات الثابته عندك طبعا في النني في التسديد من بره مع عمرو السوليه، اذا كان هيلعب عبد الله السعيد طبعا لانه فيه هيبقى فيه يا اما عبد الله يا اما يمكن طارق حامد، انا مش عارف هيبدا بمين لانه في يعني مواقع كاتبه غلط حتى، يعني كاتبين 4-4-3-4 فطبعا يعني يعني 12 واحد يعني مش تنفع يعني. فاعتقد انه في طبعا مصطفى محمد بالنسبه للاختراقات والتسديد، الاطراف هاني وفتوح اعتقد هيبدا بيهم، فخط الظهر مع طبعا حراسه المرمى اللي احنا ما ننساش طبعا الشناوي، حاجه ما شاء الله، حاجه ربنا يحفظه ان شاء الله، مع خط الظهر مع وسط الملعب مع الفراوده تيم متكامل. اعتقد انه اكتر من 5-6 مفاتيح موجودين وكلهم بيكملوا بعض، يعني مش هتلاقي فيه عنصر قليل. يعني في وسط الملعب لما يكون النني وعمرو السوليه طبعا اثنين جميل قوي، الاطراف هاني وفتوح عاملين موسم عالي جدا، حجازي جاي من السعوديه في فورمه عاليه جدا، الونش عامل ماتشات كويسه مع الزمالك ويعني لما بيغيب بيبقى عنصر مؤثر، مصطفى محمد برضه ماشي بخطى يعني ربنا يسهل له يعني. فكل العناصر الكرات الثابته
عمليه الاستحواذ على الكوره، عمليه قطع الكوره بسرعه، وعمليه الضغط اللي حسام البدري بيتميز بيها. الكوره بتتقطع، بص تلاقي كل الفرقه بتعمل عمليه الضغط بحيث ان هو يستحوذ. وطبعا النهارده الفرقه عليها عامل، الى جانب العامل النفسي الفني اللي حضرتك اتكلمتي عليه، في الجانب النفسي طبعا، يعني الولاد دول والعناصر الممتازه ديت ما يصحش انه يبقى عندنا بنطين من ماتشين طبعا، وبالتالي هيبقى عليهم مش ضغط، لان الكره ما فيهاش ضغط، الكره فيها حافز. الحافز ان انا عندي الحافز ان انا اسم بلدي وشعار بلدي لازم اكون انا في المقدمه باستمرار. مهم ان الكره فيها حافز مش ضغط، دي مهمه الجمله دي يا كابتن عادل. طبعا، لان هو يعني شوفي لما انا اقول ضغط 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 يعني ايه؟ ما تبقاش كوره، ما تبقاش رياضه، ما تبقاش استمتاع. الكوره والله انا بقسم بالله ان الكوره اتعملت علشان الناس تتبسط، صح، مش عشان الناس تتخانق ولا عشان الناس تتعصب. بالعكس، الساعتين اللي انا بتفرج عليهم في مباراه اعصابي تبقى هاديه مع اولادي مع زوجتي، سواء في الملعب او وانا بتفرج في البيت او في اي مكان، الناس بتتبسط، وفي نفس الوقت انا بشجع فريقي، عايز فريقي تكسب، ما كسبتش او اتعادلت الدنيا ما هو على قد على قد ما بتتبسط بيها يا كابتن، على قد فعلا ما من حبك لفرقتك لو ما كسبتش بتبقى دايما صعبه وشده اعصاب وضغط. بزعل شويه، بزعل شويه بس ما بزعلش على طول، وبعدين ابتدي انفعل واعمل حاجات مش كويسه. لا لا، ما ينفعش طبعا. يعني حضرتك بتشوفي كاس العالم 32 دوله بتروح، هي دوله واحده بس بتاخد البطوله. هل الفرق وهي راجعه مش شعوبها بتقابلها في المطار وبيحيوهم؟ ده بيبقى كرنفال، الناس كلها بتستمتع، العالم كله بيستمتع بالاداء بتاع فرقته. مفيش شك ان المكسب حلو، المكسب كل واحد بيسعى للمكسب اكيد، لكن مش معنى ان انا ما كسبتش ان انا ابقى ضد فرقتي، او ان انا ابقى بتعامل مع المنافس بطريقه مش كويسه، او اتعامل مع اولادي في فرقتي صح ان انا اتجاوز معاهم. دي الحاجات دي كلها بتبقى من خلال الاعلام اللي موجود بره، طبعا مش من خلال قناه الاهلي. قناه الاهلي فيها نوع من الاتزان العقلي العالي قوي، ما فيهوش اي نوع من انواع التجاوزات، حتى لما يكون هناك تجاوزات من اي حته ما بتلاقيش اي تجاوز من خلال أبداً الشاشه بتاعت النادي الاهلي، استحاله، مش قيم ابدا ولا مبادئ النادي الاهلي ابدا، وده اللي اتربينا عليه وتعودنا عليه. دايما تخش باب النادي من اول العامل الصغير احترام زيه زي رئيس النادي، مع الفارق يعني ما فيش يعني الاحترام كانها اسره، فعلا اسره، كل واحد بيقوم بالدور بتاعه، وبالتالي القيم دي موجوده في القناه، مش عشان انا في القناه دلوقتي بتكلم، ولكن هي دي الحقيقه. ما بنلاقيش لفظ مش كويس، ما بنلاقيش تجاوز في حق اي لاعب او اي فريق، دايما باستمرار قناه محترمه بتخش كل بيت وانت مطمن. وانا بجيب قناه الاهلي طبعا مطمن ان زوجتي واولادي ما فيش لفظ هيتقال، مفيش خروج عن النص، كلها حاجات فنيه وحاجات نفسيه وحاجات كل بيت بيبقى مستنيها، الى جانب طبعا الجوانب الفنيه بيبقى محتاجين المحللين والناس اللي بتتكلم في الجوانب الفنيه تراعي ان الاسره اللي قاعده في البيت بتتفرج بنديلها المعلومه الصح، المعلومه الصح، بحيث ان ما يبقاش فيه نوع من النفاق او نوع من التجريح، ودي حاجات يعني بيبقى فيه بينها شعره صح، لا فيها غرور ولا فيها نوع من الاحباط. باستمرار انا بشجع النهارده القناه عامله برنامج علشان منتخب مصر، دي حاجه جميله جدا انا موجود النهارده عشان اتكلم عن منتخب مصر صح، وهي دي اخلاقيات الاعلام يا كابتن عادل اللي فعلا مؤسسه الاهلي الاعلاميه بتطبقه بحذافيره. يعني الحقيقه مساق الإعلامي والأخلاقيات الإعلامية فعلا في النادي الأهلي وفي قناة الأهلي كلنا بنلتزم بيها، وهو ده اللي يهمنا، هو ده اللي وعدنا بيه الجماهير الحقيقة من أول يوم. خليني حضرتك كنت بتقول أن كابتن حسام البدري أكيد عامل حسابه لأن محمد صلاح أو أن أي لاعب ممكن في أي وقت يبقى مش موجود، ولكن وفي طبعا عناصر تانية بتعوض غياب محمد صلاح ومنهم زيزو، وأنا بتفق مع حضرتك في ده جدا، ولكن برضو لازم أسألك أنه إلى أي مدى شايف أنه ممكن غيابه برضو يأثر على المباراتين دول؟ مفيش شك هيأثر، محمد صلاح انا بمثله بميسي في الارجنتين او ميسي في برشلونه، ما هو في اختيار افضل لعيب في العالم كان ميسي ورونالدو ومحمد صلاح صح، فهو وصل لمرحله انه يعني من عظماء العالم في الكوره، معنى غيابه مفيش شك انه مؤثر، لكن
المدير الفني بيقدر ان هو يستوعب الحاجه ديت، لانها دي لسه تصفيات. والتصفيات بتبقى دايما الفرق اللي موجوده ما هياش الفرق القويه اللي انا كمصر ما اقدرش ان انا اتجاوزها. محمد صلاح ان شاء الله بعد ماتش توجو هيبقى فيه فرصه ثانيه في التوقف اللي جاي. اعتقد لما نوصل للنهائيات اعتقد باذن الله تعالى يبقى محمد صلاح يبقى مؤثر في الفتره دي. الولاد الموجودين باذن الله قادرين ان هم يقوموا بالعمل ويعني يعوضوا غياب محمد، لكن ما فيش شك ان هو مؤثر زي ما حضرتك قلتي. ما فيش شك. لكن البدلاء ان شاء الله يقوموا بالدور، وان شاء الله المكسب النهارده يكون مريح، واليوم الثلاث ان شاء الله لما نوصل بالسلامه هناك برضو المكسب هيبقى مريح. انا متوقع ان الولاد عليهم عندهم تحمل مسؤوليه باسم بلدهم، ودي حاجه كلنا بنفتخر بيها. كلنا بنتفق يا كابتن عادل ان فتره توقف الحقيقه اكيد اثرت على المنتخب، انه عدم خوض مباريات وديه كتير، وطبعا ما كانش فيه يعني معسكرات كتير او طويله ان يبقى فيه انسجام بين اللعيبه. ولكن برضو كنت لسه بقول انه على الجانب الاخر احنا بنتكلم انه استئناف الدوري فرق جدا مع اللعيبه، وانه لعب مباريات كتير. اي نعم كان فيه تزاحم كتير في المباريات، ولكن ده خلى اللعيبه الحقيقه وصلت لفورمه عاليه جدا، وبأمارت ان احنا لاول مره بنشوف الاهلي والزمالك نهائي دوري ابطال افريقيا، وكمان عندنا طبعا بيراميدز في الكونفدراليه. اكيد فكره استئناف الدوري وان اللعيبه دلوقتي فورمه عاليه دي تطمننا بشكل كبير. شوفي حضرتك، كان في قبل ما الدوري يبدا والدور الثاني يبتدي يشتغل اصوات كثيره جدا للاسف غير مسؤوله كانت مش عايزه الدوري يكمل. ومعنى ان الدوري ما يكملش يعني ايه؟ يعني بيوت كثيره هتقفل، ويعني هيبقى في احباط، وكل الناس هتبقى بتفكر في الكورونا. لما الدوري استمر في حد خسر حاجه؟ احنا بنلعب كل يوم 3 ايام مباراه بالظبط، واحيانا كل يوم يومين مباراه. ايه الاصابات اللي حصلت؟ حاجات طفيفه جدا سواء في النادي الاهلي او غير النادي الاهلي، والماتشات اللي كل 3 ايام بره بيلعبوا كده برضو. احنا ما احناش اقل من الناس اللي بره. دي جزئيه، ويعني نقول للناس اللي هي كانت واخده الخط ان الدوري ما يتلعبش، نقول لهم بقى ايه رايكم؟ انتوا كنتوا مش على صواب، واحنا كنا على صواب. ليه؟ لان الدنيا مش هتقف، والبيوت مش هتتقفل، والناس هتشتغل، والحياه هتستمر. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، ودايما بسمع ان المنتخب لازم يبقى فيه معسكرات طويله. طب قولي لي، طب فين يا ساره؟ فين في العالم كله بيبقى فيه معسكرات طويله الا في حاجه واحده؟ كاس العالم. كاس العالم كل 4 سنوات بياخدوا اسبوعين ل3 اسابيع واحيانا شهر. ويبقى الفتره دي فتره نهايه الدوري في اوروبا. بعد نهايه الدوري في اوروبا بيروحوا واخدين اللعيبه ويعملوا لهم نوع من الاستشفاء، ثم فتره اعداد ويخشوا على كاس العالم. في العالم كله النظام ده موجود. احنا ما احناش بدعه ولا هنخترع العجله. المعسكرات الطويله دي مش موجوده في العالم كله. احنا اللعيبه بتاعتنا، انا جاي علشان محمد صلاح يتفاهم مع تريزيجيه، هل دي يعني انا يعني التمرينات تتكرر هيتفاهموا؟ حضرتك مش مع فكره المعسكرات الطويله؟ مش موجوده في العالم كله. مش موجوده. قولي لي فين؟ طيب يعني النهارده اسبانيا بتلعب والمانيا بتلعب، هل عملوا معسكرات؟ محدش عمل معسكرات. هم بيتجمعوا يومين ثلاثه ويبتدوا يشتغلوا. بيعتمدوا على ثقافه اللاعب، وبيعتمدوا على الفتنس اللي هو جاي من النادي بتاعه، وبيعتمدوا على التدريبات يومين ثلاثه بالزبط. وبعدين محاضرات. انت هتلعب في الاماكن ديت، هتشتغل بالطريقه الفلانيه، وبيدي اللاعب كل مساحه. ويبقى فيه، ولكن المباريات الوديه مهمه طبعا. المباريات الوديه يعني في العصر بتاعنا بقت صعبه جدا. لان الوقت بقى قليل. يعني النهارده حسام يلعب ماتش ودي امتى؟ مفيش وقت. انما انا بعتمد على ثقافه اللعب. النهارده مسلماني لما جه عمل ماتشات وديه؟ ما لحقش طبعا. بدا عمل ايه؟ لا طبعا شفنا اداء قوي جدا. البصمه دي عملها ازاي؟ ما هو فكر، وعارف ان عنده الخامه اللي هتنفذ الفكر بتاعه. وبالتالي لما ادالهم الجوانب النفسيه والجوانب الفنيه، اللعيبه مقتنعه، نزلت نفذت. وده اللي انا قصدي عليه. المنتخب محتاج كده. محتاج مدير فني عنده الرؤيه، وعارف ان انا بلاعب توجو دي ليها ميزات قد كده. النهارده تعالى يا فلان، تعالى يا سلية، انت تتحرك في الحته الفلانيه. يعني انت لما سلية يزيد انا عايزك تقف. لما طارق حامد هيقف هيبقى سلية بتكمل في الهجمات. دي كلها حاجات مش محتاجه تمرين.
ولا محتاجه ماتشات وديه لان الوقت قليل جدا. النهارده حسام يعمل ماتش ودي انت مفيش، لان العالم كله حته المعسكرات الطويله والله اتلغت في العالم كله الا في كاس العالم فقط. خلاص احنا كمان عايزه اسال حضرتك ولكن بعد الفاصل، عايزه اكلمك على ذكر النني، عايزه اسالك على رايك في مستواه الحقيقه مع ارسنال الفتره دي. احنا شايفين مستوى رائع من النني ومبسوطين بيه لانه الحقيقه كان مر فتره صعبه جدا. هنتكلم اكتر عن النني ومحترفينا وكمان على اكيد مباراه توجو اكتر، ولكن بعد الفاصل مع كابتن عادل طعيمه. برحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه منورني كابتن عادل طعيمه. كابتن، كنا بنتكلم قبل الفاصل على ارسنال والنني وان قد ايه طبعا هو لاعب مهم جدا في منتخب مصر، ولكن النني اتظلم فتره كبيره مع ارسنال، او يمكن نقول ان هو دلوقتي ظهر بشكل افضل دلوقتي النني تحت قياده المدرب الفني الجديد، حاجه ثانيه خالص. شوفي برضو من ضمن الاسئله اللي انا يعني بشكرك جدا عليها، ده بيبين معدن الانسان المصري. لو شفنا احنا النني الحرب اللي كانت عليه في في كاس العالم كان بيأدي اداء مش مقنع وكان في حاله نفسيه ما كانتش كويسه، كون ان هو يقوم بالشكل ده ويرجع بالقوه دي مع تيم بحجم ارسنال، ده حاجه فعلا معدن الانسان المصري، ان انا بقدر ارجع بهذه القوة بعد الإحباط اللي كان موجود عندي. والإحباط ده مش من يوم واثنين وثلاثة، لا ده فترة طويلة كان فيه إحباط، وبعدين يروح تركيا يروح هنا يروح هنا، وطبعا ده كلام إنني مستواه أرسل فيما فوق. فأنا بعتقد إن أنا بحييه جدا على إن هو قدر إن هو يجيب نفسه يحط نفسه في خانة كانت خانة فيها إحباط وعدم توفيق الى النجاح الباهر اللي هو ماشي بيه دلوقتي، ما شاء الله مؤثر جدا في الارسنال. وبعدين حظه برضو الكويس وربنا وفقه ان المدير الفني الجديد اللي موجود اللي كان مساعد لجوارديولا تولى تدريب الفريق، وده راجل لعيب مدرب بيحب الكوره الجميله، والنني عنده الكوره دي عنده الى جانب شايفين ارتيتا الحقيقه عامل شكل جديد لارسنال، كوره حلوه من اول ما مسك. ولو تلاحظي انه مع جوارديولا كانوا هما الاثنين عاملين تيم جامد جدا كجهاز فني، كان على طول جوارديولا بيساله بيكلمه يعني على طول بيعاونوا بعض، ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنوصلها لاولادنا المدربين، ان انت لما تكون معاك مدير فني ومعاك المساعدين ما تاخدهمش صغيرين وكده وبس، لا لازم معاك مساعد قوي بحيث ان يبقى فيه تقتنع برايه ويبقى فيه نوع من التبادل في الاراء، لان ده هيفيدك. ممكن يبقى التالت او لو في حد تاني صغير ممكن يتعلم مننا ويبقى برضه بيخش في مرحله تانيه، لكن لازم المدرب العام يبقى قوي. احنا شفنا لما ساب سيتي راح لارسنال شفنا قد ايه النجاح اللي عمله، واعتقد هو ماشي كويس قوي دلوقتي. وبعدين انا بحييه جدا لانه بحكم مصريتنا انه ادى للنني الفرصة انه يظهر بالشكل الرائع ده، وانا بحييه جدا كمدير فني اكتشف النني من جديد واداله حقه، وبرضه النني لم يغزله بالعكس، النني عمل وقف معاه واثبت له ان انا كفء ومش انا طبعا جاي. قد ايه بيبقى صعب يا كابتن وحضرتك ادرى مني على لاعب الكوره ان هو يتعرض لانتقادات كتير، يتعرض لفتره صعبه جدا في حياته ويقدر يفوق ويرجع تاني ويثبت نفسه من جديد؟ وشفنا كذا حاله، ولو هتكلم على حديثا يعني زي ما بنقول عن النني، مروان محسن تعرض برضو لفتره صعبه وشفنا مروان بعد كده عامل ازاي، يعني اكيد حضرتك ادرى مني بدا قد ايه بيبقى صعب على لاعب الكوره، وهل في حد يقدر يتعامل مع موقف زي ده وحد تاني لا؟ ممكن حسب التربيه. تربيته من صغر هو قائد وعنده القوه وعنده الجانب النفسي، انا بلعب في النادي الاهلي معرض ان انا حد منافس ممكن هو يعمل لي احباط اذا انا ما عنديش القوه والقدره ان انا، وبعدين اسمع من الناس اللي هي زي اسمع ليه للناس اللي هي بتحبطني، طب اسمع من الناس اللي بتحبني. انا كنت معاكي واتكلمت على مروان، قلت مروان ناقصه ايه؟ بيلعب برجل اثنين وهيدرز وبيلعب تحت ضغط وبيقابل وبيدافع وبيهاجم وبيجيب جوال حلوه قوي وبيسدد من خرم ابره زي ما بيقولوا. انا قلت الكلام ده وقلت احسن فرقه في مصر مروان، فيسمع بقى مني ومن امثالي. انما ما اسمع من واحد بينتقده
لا ما اسمعلوش. انا عارف قدراتي وعندي ثقه في نفسي مش غرور. فرق بين الغرور والثقه في النفس. واحد زي مروان لازم عندي الثقه في النفس. حد ماشي في الشارع حد بيقول لي كلمه يعني مش كلاعب يعني اعلام في التلفزيون حد بينتقده. ممكن السوشيال ميديا كمان بتاثر قوي على اللعيبه. انا الحاجه دي انا ما اخشلهاش خالص. انا كلاعب كوره انا بنزل من البيت على التمرين على اسرتي على الترفيه بتفرج على حاجه ترفيه ليا او بتفرج على ماتش كوره بعمل اشوف ماتش تنس اشوف حاجه بعيده بحيث ان انا ثاني يوم في التمرين يبقى عندي الرغبه والشوق للكوره. فانما اخش بقى واسمع ناس بتتكلم كلام مش مظبوط او حتى بيشجعني ممكن انا كان نفس البشريه ممكن تديني غرور لما واحد يقول لي مروان مروان احسن واحد احسن واحد ممكن يجي لي غرور. انا بقى لا هشوف اللي بينتقدني ولا هشوف لسه اللي كنا عاملين لقاء في اول الحلقه مع كابتن طاهر محمد طاهر طبعا صفقه الاهلي الجديده ونتمنى له يا رب كل التوفيق. وكان بيقول ان هو مش بيتابع سوشيال ميديا تقريبا ما بيشوفش اللي بيتكتب عليه. هل اي لعيب في العالم بيتابع الحاجات دي الناس اللي هم كبار؟ استحاله. كل تركيزه في الملعب في التمرين ويشوف ايه اللي ناقصه بيعمله بيبقى مع اولاده يلعب معاهم يخرج نفسه بحيث ان هو ما يفكرش في اي حاجه فيها نوع من تشتيت الذهن. يعني انا ذهني كله هيبقى موجود النهارده ميسي او مروان العالم كله بيتفرج عليك. فانا لازم عندي مسؤوليه ادبيه مش فلوس. انا عندي مسؤوليه ادبيه ان انا الناس دي لازم كلها تبقى فرحانه بيا وانا بادي وابسطها وخليها في البيوت فرحانه وتنزل الشارع وترفعني علشان احنا جبنا بطوله افريقيا. يبقى انا بفكر في دي ما بفكرش في اللي بينتقدني. يبقى انا المواقع ديت انا ما بتفرجش عليها خالص لان انا دي مش شغلتي دي شغله واحد مثلا بيشتغل في الفن بيشتغل في حتى دي برضو احيانا بتبقى فيها احباط فدي حاجه بحيك عليها الحقيقه. لو رجعنا يا كابتن للمنتخب ومباراة النهاردة شايف انه الجهاز الفني هيقدر يتدارك الاخطاء من مباراتين اللي فاتوا طبعا اللي تعادلنا فيهم وهيظهر بشكل مختلف في مباراة توجو سواء النهاردة او كمان ثلاث ايام؟ ما فيش شك لان هو الفترة الاولانية بتاعت حسام الحقيقة الماتشين كان في كينيا كان اللعيبة ما كانتش بالمستوى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وكان في فترة قصيرة جدا علشان يبتدي يشتغل وكان برضو المدير الفني بيختاره من خمسة وكانت عملية برضو ما فيهاش الراحة المطلوبة وبرضو الماتشين برضو احنا كان عندنا فرص ان احنا نكسب. الوضع مختلف تماما زي ما حضرتك قلتي النهاردة اهلي وزمالك وحتى اللعيبة اللي هي جاية من برة الحجازي جايين في احسن فورمة وبالتالي النهاردة الماتش أنا في اعتقادي إنه بإذن الله تعالى هنلاقي مستوى رائع من استحواذ من هجمات. الشوط الأولاني هيبقى فيه جوال بإذن الله تعالى بإذن الله لأن التشكيلة اللي حسام واخدها الحقيقة تشكيلة متوازنة وفيها العناصر الخبرة وعناصر الشباب ودي الحاجة اللي بتنجح أي فريق. وحضرتك قلت إنه التشكيلة دي كابتن حسام قادر بيها الفوز بالبطولة أصلا مش بس إن احنا نأدي كويس في التصفيات ونصعد. هو هيلاعب توجو بعد يوم بعد النهاردة إن شاء الله يوم الثلاث يبقى في فترة الفترة دي في ممكن جدا الدوري بيبدأ هيبقى في لعيبة تانية مميزة ممكن إن هو يبتدي ياخدها مثلا وليد سليمان إيه المانع إن أنا آخده النهاردة لما حضرتك شايف إن وليد سليمان كان لازم ينضم للقائمة؟ لا ما عايز أقول إن وليد سليمان خبرة لما يبقى معايا من ضمن 23 لاعب ده يعني عندي 10 دقايق ثلث ساعة نص ساعة وفي ماتش محتاج واحد عنده الخبرة بتاعت اللعيب المحترف اللي ممكن يخلص لي من نص فرصة يجيب جول يبقى أنا محتاج وليد من ضمن 23 مش لازم يسيبي أساسي لكن أنا كمدرب ممكن هتلاقي طاهر محمد طاهر ممكن في الفترة اللي جاية يبتدي يخش هيبقى في محمد صلاح هيبقى في لعيبة تانية موجودة ممكن نوى يدفع بيه حمدي فتحي ممكن يخش فيعني وفي لعيبه ثانيه من انديه ثانيه برضو عشان ما بقاش متحيز للنادي الاهلي برضو هيبقى برضو لما الدوري يبدا في عناصر ممكن تطلع زي ابو الفتوح ظهر مع سموحه كويس من خلال احمد سامي واحمد سامي اداله الجرعات التدريبيه واداله الثقه ظهر بشكل جيد جدا برضو في حسام حسن بتاع السموحه ممكن برضو في فتره من الفترات يخش
رمضان مروان برضه ممكن ان شاء الله يبقى بياخد. فعناصر جديده هتخش هتساعد حسام جدا في التكمله للبطوله باذن الله. باذن الله. شايف طاهر هيقدر بسرعه يثبت نفسه ويحجز مكان في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي؟ ده بيتوقف عليه. هو النهارده هيبقى في تنافس شديد بينه في الحته دي، بيلعب في كهربا وفي اكتر من لاعب، واعتقد برضو لو الراجل بتاع جنوب افريقيا سيرينو اعتقد لو جه برضو هتبقى العمليه ومنافسه. حسين الشحات وحسين طبعا حسين الشحات هتبقى منافسه شريفه لمتعه جماهير النادي الاهلي طبعا. فدي كلها هتبقى تنافس شريف بينهم. كل واحد بياخد دوره في المباراه المناسبه. واعتقد انه هيبقى تنافس جميل جدا، كلنا هنستمتع من التنافس اللي بينهم اكيد، ان كل واحد فيهم ممكن يطلع افضل ما عنده. ولازم اسالك على رايك في صفقه المدافع بدر بانون. طبعا صفقه اكثر من رائعه. لان المكان ده خطر جدا بالنسبه لنا طبعا، وتلاقي دايما الاماكن اللي بيلعب فيها. عن السنه دي احنا عانينا الحقيقه. يعني هاني ساعات بيلعب في المركز ده وانت في ماتشات مهمه. ودي مش مركزه. ايمن اشرف مش مركزه وبرضه بيلعب فيه. احنا محتاجين في الحته دي واحد بحجم بانون، لانه عنده من الثقه والخبره، وبعدين عنده الطول اللي احنا بنبقى محتاجينه في الكرات الثابته مع الشناوي، مع وطبعا الاصابات لما ترجع، لان الحته دي في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. لما تكمل وهي كملت ان شاء الله هيبقى الفريق متكامل. هيبقى ناقصنا ممكن راس حربه ولا حاجه، وسط الملعب وكل الناس المعارين اللي لما بيرجعوا هيبقى تيم متكامل، مش محتاج اي حاجه يعني ان شاء الله باذن الله. وباذن الله نفوز ببطوله افريقيا. وخليني برضه اروح مع حضرتك، شايف ازاي الحدث ده؟ شايف ازاي نهائي كده مصري خالص على ارض مصر، نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا؟ ده برضه رساله من خلال حضرتك، انه اللي كانوا عايزين يوقفوا الدوري لكان الاهلي هيوصل، الاهلي كان ممكن يوصل، بس لا الزمالك ولا الكره الحلوه اللي احنا شفناها مع الوداد ومع الرجاء ما كناش هنشوف الكره دي. صح. فشوفي حد بيبني وحد كان عايز بدون قصد طبعا، بدون قصد كان عايز من وجهه نظره ان ما يبقاش في دوري علشان صحه الناس. لا، صحه الناس موجوده والدوري اتلعب، والاهلي كان واخد البطوله اصلا. النادي كان بينادي ليه؟ وكان الخطيب كان بينادي ليه ان الدوري يرجع؟ احنا كنا واخدين البطوله تقريبا علشان المجموع مش عشان الفرد. صح. بينادي للناس كلها، للناس كلها تعيش والدوري يرجع والحياه ترجع والمستوى يعلى. مستوى يعلى يعني نوصل افريقيا، اهلي وزمالك. فدي حاجه طبعا بتتكتب في التاريخ، الناديين من بلد واحده موجودين في نهائي افريقيا. طبعا دي طبعا بترفع من اسهم مصر كرويا في العالم كله، الناس كلها تتفرج عليه. اعتقد انه يوم 27 الناس كلها تتفرج على الماتش ده أكيد في العالم كله. وبنتمنى نظهر طبعا يا كابتن عادل بشكل حضاري، وما يبقاش في اي تعصب بين الجماهير، ونطلع زي ما اثبتنا ان احنا كره قويه جدا في العالم كله، نثبت كمان قد ايه احنا بنظهر بشكل رياضي واخلاقي كبير. بشكرك جدا كابتن عادل تايما، كنت منورني النهارده في برنامج السادسه، وبشكر حضراتكم على المتابعه. خلاص مباراه مصر وتوجو قربت جدا، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه، استنونا.